مؤثر؟ لا لا ابدا، الميت مات، الاحكام ديال الموت في الاسلام معروفه انه اذا مات الانسان يدفنه وكذا على السنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحياه تستمر، قدر الله عز وجل ان يعيش، قدر له ان يعيش في هذه الحياه هذه المده هذه، ثم انقضى عمره ومات. عطيه مطعك لواحد اخر عاود يجي عاود يعيش هو ويعمل، عمل مزيان ولك عمل ايام على نفسه. فدابا الناس كيسمعوا العرس فيه القران يقول لك كيفاش وعلاش، لا لا هكذا الافراح. ولهذا الكتاب هذا هو كتاب فرح وسرور وبهجه، نزل الله عز وجل ماشي للغم والهم واننا نقراو على الاموات في الكنايز، لا ابدا. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، ربي ما نزلش علينا القران باش نشقى احنا، وحنا رجعنا هكذا كنتعاملوا مع هذا القران دابا اننا كنقراوه في الجنائز ولا على الميتين او نزوقوا به الجوامع. كجبر ملعوق القباص كاتب القران في الحياه الجامع اللي جابوها زعما يزوقوها، كاتب الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي عملنا والقيوم ليه لا تاخذه هفايا. ولهذا كجبر فقيه فوق المنبر كيخطب اخر كيقول لكم عرف فين هي القيوم، اخر كيخطب هو بالو مع القبص غيقرا ديك الايه ومعوج وكيلعبوا بالقران، اثم هذا، هذا عنده الاثم اللي عمل ديك القباص ولا تا الخدمه ديالك ما يعيطوا يقول له من لا قرا صاحبي فرحان وانا خلي عملت له من نص الثمن، او لك يقول لك انا لوجه الله عملناها، لا احسب السيئات ديالك، شمن لوجه الله؟ انت احسب شحال السيئات غدي، لان علاش لهيتي الناس في الصلاه؟ زخرفه المساجد من علامات الساعه، هذه عز زخرفه والزواق وكذا، ما بالك انت كتلعب بالقران مطلوقها يا الله لا اله الا هو الحي القيوم معاوطة جي انت ولوي هايده علاش؟ واش القران هذا كيعملوا للناس؟ والفقيه فوق المنبر كيخطب وكيقرا ومخبت ما عرفش يقرا هذيك الايه وشحال من واحد، اولا نعملوها في الكوادرون نعلقوها في الدار، قل اعوذ ربي الفلق هي معلقه، وانا شفت واحد عامل واحد الكوادرو غالي غالي، شرا واحد الكوادرو فيه هذا الكرسي وعلقه في الدار ديالو، ومن بعد جاب الشيشه التفاح على بال على ديك الكوادرو هذاك، شفتيه؟ ما صاف رجعنا كنزوقوا به الحيط، لا ابدا. القرآن نزل الله عز وجل باش نعملوا به ونحفظوه ونتعلموه ونقراوه وندبروه ونأمنوا به وندعوا الناس ليلو ونتخلقوا بالأخلاق ديالو بالأدب ديالو العقيدة ونتمعنوا في هذا الكتاب هذا اللي نزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم للعمل به وليس للزخرفة. احنا رجعنا دابا كنزخرفوا به وما آخر معلق قل أعوذ برب الفلق 15 سنة 20 30 سنة 30 سنة الكوادرو فوق راسك قل أعوذ برب الفلق، ولكنه لم يكلف نفسه يوما واحدا ان يقرا تفسير هذه الصوره. قل اعوذ برب الفلق، شنو الفلق؟ ما نعرف. من شر ما خلق، شنو من شر ما خلق؟ ما عرفش. ومن شر غاسق اذا وقب، ما عرفش. ومن شر النفاثات في العقد، ما عرفش. هذه صوره قصيره وما يعرفش المعنى ديالها. ولهذا عندما احنا ابتعدنا عن القران وابتعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت العقوبه. القرآن هذا رجعنا كنزوقوا به الحيط، شنو غيوقع؟ اللي كتشوفوا دابا اللي فيه الجنون اللي فيه الرياح اللي فيه مصرع اللي الماس اللي السحر وكذا، دابا كلشي كيقول لك انا ورجعنا كنفتشوا على العلاج من غير طريق غير الطريق الصحيح. شنو الطريق الصحيح؟ هو اننا نمشيو على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتجبر اخر دابا مريض او الاخت ديالو كما قال لي واحد، قال لي اختي فيها الجن، مشى عند واحد قال له اقرا عليها، قال له 1500 درهم، قلت له هذه نسمع هذيك الجن يخرج كيجري بلاشي، يقول لك انا عا خارج هذا راه خصو يدير لك فلوسك نصاب 1500 درهم غتسبق الطوموبيل تشبيستا ما يطلب لك شي الثامن، هو 1500 يقرا عليها القران او لا القرعه بحال هذه تسيد حرازم كيقرا عليها 15000 فرانك، هذا اللي قال لك قرا وخرجوا الجنون وكذا، او لا الطاس ديال العسل قد هيدا كيقول لك 80، واخا تكون عملتيها انت ديك العسل ما وصلش 80 ماشي النحله، انت طلعتيها وما وصلش 80000 فرنك، وعلاش كيضحكوا على الناس؟ علاش كيضحكوا على الناس؟ الناس عقوبة. ومن يعمل سوءا يجزى به، عقوبة أنهم سمحوا في القرآن، وإلا فأنت علاش غتفتش على العلاج؟ هو القرآن عندك في الدركة. دابا هذا اللي غيقرأ عليك القرآن من جابه؟ نزل عليه الوحي هو بوحده عنده، عندك في المصحف عندنا كاملين في الدار، وعاد الآيات اللي قرأ ذي الحفظ وذي الرقية وذي الدعاء وذي الأذكار الأدعية اللي وصل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هما هذا، قل أعوذ برب الفلق، الناس كاملين كيحفظوها. قل اعوذ برب الناس، الناس كاملين كيحفظوها، قل هو الله احد، الفاتحة، آية الكرسي، والآية الآخرين اللي وصانا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليهم نقراوهم، لا، احنا لا، وعلاش؟ الوقاية
افضل من العلاج او خير من العلاج الوقايه. انت قرا قبل ما تمرض. لا هو تا يمرض يجيك يقول لك ودابا الوسواس وكلشي هادشي العين والسحر والثقاف وكذا والجن كلشي خصوصا الانسى دابا كاملين. علاش؟ لانه سمحنا في القران وشمت سمحنا فيه عندنا زايد ناقص ما نقراو ما نعملو به ما البركه عن زوقو كذا و و و ورجع لك نقول لها خمسه والعمى وديك الشيء هذه هايدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم دفعوا الشر وانما الشر يدفع بالاذكار وبالهدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا هو. فلهذا ينبغي الرجوع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعامله ديالنا مع القران. اللي ما عنده على بني يفتيه يفتيه على السارح والفقيه. السارح اللي كيكون كيرعى الناس بوبري كلشي كيدور فيه والفقيه او كذلك اللي غباتو المراه في الدار يجي الفقيه وانا وكذا وهذا يعمل وهذا وانا نعرفش الفقيه علاش عمل هذا المجتمع. ولهذا تهلاو بالفقهاء ديالكم والانسان يجتهد انه يتعلم. هذا شيء قديم حتى انا واحد الفقيه صلى بالناس وخرج مع الباب الجامع والشتاء سيلة الشتاء خاط من السماء الناس كلشي ركبوا في الطوميلات ديالهم ومشاو خلاو الفقيه تما مرهون حتى رمضان ما عندوش سيلة الشتاء وهي تدوز واحد البي ام جديده وقفت له قال له ناعت له افتح الباب طلع الفقيه والله خالد يقوز اخر موراه في الموطور يهز الشتاء افتح الباب الفقيه طلع ما يطلعش برا هذاك اللي كيصوت واحد الولد جاي يهز سكران نسمة الشراب والفقيه طلع دابا باش غنزل زاد في الطوموبيل قال له فين كتسكنوا هذه غيوصلوا غيوصلوا نعم اخي غيوصلوا هذا السيد هذا غادي يوصل الفقيه للدار قاز على واحد المكزاره وقف الكزار وقف مشى عند الكزار قال له ما عنديش حاجه الكفته واللحام والدجاج وكذا عمل له واحد بلاستيكه وزاد كمل ما يوصل للدار ديال الفقيه قال له صافي هنا الفقيه قال له هو يعطيه واحد البلاستيكه ديك الصخره ومعاها واحد 20000 فرانك قال له هاك قال له دعي معايا يتوب علي الله قال له سير ليه لا يتوب عليك قال له هذوك اللي تاب عليهم الله حتى واحد ما هزني سبحان الله ومشى يتوب عليك الله عاد كوز دوزني ما تاب عليهم الله صلى وجبدوا الريح قال له سير ليه لا يتوب عليك خليك هكذا تجوزني البركه والاخر واش وما تشوف المفهوم ديال الفقيه ولهذا واحد كطلع لواحد الكاريس عاد ما كينزل في الباب واحد قالوا ليه ماشي هذا قال له لجهنم ما طلع والو قال له هذا ماشي لجهنم فلهذا شوف الفقيه قال له هاني لا يتوب عليك علاش؟ هما تاب عليهم الله والمصلين في الجامع وما داروا شي حتى الفقيه وصلوا ولا وهذا حال بالعكس هما اذا شافوا عليه شي حاجه يشوفوا الفقيه عنده سامسون الاخري وهكذا شوف الفقيه زعما الفقيه كانه خصو يبقى هكذا وهذه ماشي تاع الفقيه تاع اللي متدينين خاول تصور دابا شي واحد يكوز بشي بي ام الاخريه ولا حي يقول لك داير باللحيه وكيخربط زعما الولي الحي مكتوب عليهم يعيشوا مزلوطين حياتهم كامله ما يمكنش باللحيه وفيها العاقه وفيلا وكذا والباسطا والايفون 7 والفلوس لا لا شدي عينك تبزنيس باللحيه صافي وعلاش ملاحي ما يكونش عنده الفلوس وهذاك الفقيه ولهذا قلت لهم انا في واحد المره في واحد الموعظه في اسبانيا قلت لهم الفقيه ما تبقاوش تقنطوها بها صاحبي اجوا تهلاو فيه وكذا علاش شي واحد فيكم ما يمشيش يشري واحد الايفون ويمشي يشري واحد سامسون ويجيبو في كارطونه ديالو الورقه ديال الشراء كارنطيه ويجيبها في بلاستيك ويقول للفقيه هاك علاش ما نعملوهاش ومشيت بحالي انا في اسبانيا هاد الشكل هو يحيط لي الفقيه الجامع السلام عليكم وعليكم السلام وعلو اللي في اسبانيا اللي خلقوا في اسبانيا المغاربه اللي خلقوا في اسبانيا نيه خصوصا اللي ملتزمين والصلاه والعباده وديك الشيء فيهم نيه واحده دار معاهم نيه واحده انا ما قلت لهم ديك الكلمه مشيت فحالي واحد من هذوك اللي نيه مشى شرا التليفون وجابوا لي الفقيه المقصور قالوا السلام عليكم قالوا ديك السيد اللي جا قال ناقص الفقيه التليفون قلت له جاب لك قال لي جاب لي التليفون عندي غنعمل فيه الكارطه ديالي قال لي اجي اعمل لنا شي درس وقول لهم يجيبوا لي بلازما قلت له صافي يجيبوا لك السوالف ديال الدار في الدوحه ولا يجيبوا واش او الدوخه يجيبوا لك قال لي اجي اعمل شي درس قول لهم فقير صوب بلازما واش شفت قلت له صافي المره اللي ما جا راه لي باي ديالي بديك سامسون حنا داخلين فيه شركه اعطيني عصر ناتات الصناتات ديال الدار واعرين كيسمعوا مزيان فلهذا الانسان يجتهد بارك الله فيكم مولاي السلطان فين هو شفت ما بانش مولاي السلطان يا وهذه وليمة العرس وكتشجع ان الشباب انا كنشجعهم يزوجوا يحاول الانسان انه يكثر من الدعاء شحال واحد يقول لك انا خصني نزوج ما قدرش ولكن لا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول الدعاء هو العباده الانسان يكثر من الدعاء واحد مره كنسجد قدامي في السجود كان صافي واحد كنسجد قدامي في الصاله في السجود شنو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله صافي قال ثلاث مرات صافي 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 ومن بعد الفقيه طول في السجود كيدعي هو شنو يعمل في السجود
واش كيعمل هذاك تما؟ سبحان ربي انا قلنا ثلاثة مرات والفقي باقي كيدعي كيقول يا ربي خصني نعمل له سل فوق يا ربي رزقني يا ربي انا خصني نبني المنقص خصني نبني السطارة. الفقي عنده طلبات السجود انت مسقوط ما عندك والو هو غارق وما يدعيش ادعي يا صاح انت ما عندك حتى حاجة ما عنده والو وساكت زعما فيك فوق فيك قال وانت ادعي انت خصك في السجود ما تقومش علاش الطلبات اللي عندك على المشاكل والمناتيف ولا عاقصك تبقى تدعي واش فهمت هذا كي نعت لك زعما شنو هو ما عندوش المناتيف انت صالح ياك المشكل اللي عندك هو كنت كتصفق تابع عليك الله دابا صالح واحد حاجه اخرى خصك تحسن الحلاق دابا 1000 فرنك الشعر راه مريش ما جبنا العرس مريش اش خلعنا العروس شكون شي واحد شي حلاق يهبط الماكينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.